السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدتكم كتير ان انا هعمل لكم انواع الشوكولاتات اللي بتتباع في الاسواق، هنعملها بطريقة صحية مع بعض. والنهاردة هنعمل شوكولاتة تحفة زي شوكولاتة تويكس اللي بتتباع في الاسواق. طعمها حكاية، طريقتها سهلة جدا، طريقة صحية واسهل بكتير من الطريقة التقليدية بتاعتها. بعتمد فيها على مواد مغذية جدا، نقدر نديها لاطفالنا، نقدر ناكلها في المناسبات بدل ما ناكل حلويات تكون بتخنة. ان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم لان هي طعمها حكاية. وانا بس بطلب منكم اي حد يعملها لازم يكتب لي رأيه بامانة في الكومنتات. تعالوا نشوف هنحتاج ايه. هحتاج معايا لنص كوباية من جوز الهند للمقدار اللي انا وريته لكم في اول الفيديو، ده جوز الهند العادي خالص. وهحتاج لكوباية من الشوفان، الشوفان بتاعي سواء كان مجروش او كان كامل احنا كده هنجرشه. ده نوع الشوفان بتاعي، الحبة الكاملة، النوع المتوفر عندك ينفع. في ناس كتير مش عارفة لسه شكل الشوفان، انصحكم جدا ان انتوا تدخلوا في الاكلات بتاعتكم الشوفان، وكمان في الحلويات بيبقى بديل صحي جدا. هستعمل معلقتين من عسل النحل ومعلقة صغيرة من اي زيت عندي، انا بستعمل زيت نوعه كويس، زيت دوار الشمس، نوع نظيف، ما نستعملش زيت خليط عشان يطلع طعمها حلو. وهستعمل فانيليا سائله. مكونات سهله جدا. ودي الطبقه اللي هي بتاعه الكراست او طبقه البديله للبسكويت. شايفين مكونات قد كده صحيه وجميله جدا. اول حاجه هبدا اللي انا في الفود بروسيسور بتاعي، هبتدي اطحن الشوفان. مجرد ان انا همرره كده في الفود بروسيسور هيتطحن عندي وهتحول عندي لدقيق الشوفان. هحط معايا جوز الهند عشان يتجانس وبرده يتحول معايا لدقيق، استعمله بدل طبقه البسكويت. ودلوقتي الخليط بتاع الشوفان وجوز الهند جاهز، بيبقى شكله كده عامل زي البقسماط. كل اللي هعمله هحط عليه معلقه من العسل النحل، هبتدي اشوف على حسب القوام اللي انا عايزاه، وهحط معلقه من الزيت، زيت دوار الشمس، وحبة من الفانيليا السائلة. على فكرة الفانيليا في الطرت ده او في الحلو ده جميلة جدا، فانيليا السائلة. ولو ما عندناش نقدر نستعمل الفانيليا الباودر العادية برضو بتكون جميلة جدا. انا كده عايزة الخليط بتاعي يكون يقدر اقدر اشكله يبقى زي عجينة، فابتدي احط عليه المعلقة التانية من عسل النحل. ونستعمل برضو نوع عسل نحل يكون كويس. شايفين الفتات بتاعي ده، انا كده خلاص هقدر اشكله، لو مسكته بايديا هقدر افرده في اي حاجة. انا جايبة عندي صينية، والصينية ديت اللي هي صينية التشيز كيك قعدتها متحركة، تستعملي اي صينية زي ما انت حابة، بس خلي بالك ان الصينية بتاعتك هتخش الفرن، فانت لو بتلزق ممكن تدهنيها بشوية زيت صغيرين. هبتدي افرد الخليط بتاع طبقة البسكويت بتاعتي كويس جدا. هكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وهدخل الصينية دي تتحمص، لان طعم الشوفان المحمص مع جوز الهند والخلطة دي في منتهى الجمال. هدخلها تتحمص حوالي ربع ساعة لحد ما الاقي الاطراف بتاعة التارت بتاعي خلاص احمرت، يبقى هي كده خدت التحميص التمام وهتبقى طعمها في منتهى الجمال. شايفين شكلها ده بعد ربع ساعة من على الجناب يدوب احمرت وبقت جميلة جدا، هي ناشفة خالص وجميلة. دي طبقة البسكويت، هحطها على جنب تبرد. نبتدي بقى نعمل طبقة الكراميل. طبعا ما عنديش ولا سكر ولا زبدة ولا اي حاجة من مكونات الكراميل، هستعمل في الكراميل الصحي بتاعي التمر ومية سخنة، وهحط المية السخنة على التمر. دي حوالي كوباية من التمر وانا مش هستعملها كلها، هحط عليها نص كوباية من المية المغلية. يستحسن ان احنا نستعمل نوع تمر يكون طري، ولو ما عنديش تمر طري ممكن انقعه قبلها بشوية في المية. وعلشان اعمل صوص الكراميل الصحي اللي طعمه يجنن، وبجد احنا عملناه كتير في وصفات، احط معايا معلقة صغيرة من الزيت علشان بس يخلي القوام بتاعه ناعم كده وحلو. واحط معاه برضو من الفانيليا، فانيليا غامقة جميلة جدا مع التمر دوت. وهبتدي اخلط في الخلاط وهحصل على احلى طعم كراميل. انا عايزة اقول لكم انا بعد ما عملت الكراميل ده خرجت للولاد ودوقته لهم، قالوا له طعمه حلو جدا يا ماما. فشوفوا قد كده الغذاء اللي انت لو عملتي حاجه زي كده هتقدري تديه لاولادك وانت مبسوطه
وهما كمان هيتبسطوا وهيكونوا خدوا السكر المناسب للجسم والسكر اللي ما يرفعش سكر الدم ويخلي يعني ذكائهم طبعا يرتفع، لان التمر من الاغذية المفيدة جدا. انا في الاساس عاملة الحلو ده للاطفال والناس اللي هي بتحافظ على صحتها، ومن قال لاخر بتبقى عايزة تاكل حلويات او في المناسبات بدل ما ناكل طرت او ناكل اي حاجة مسكرة نقدر نستعيد عنها بحاجة زي كده صحية وطعمها جميل جدا جدا جدا. واتحدى اي حد يدوقها حتى اللي متعود على الاكل اللي مش صحي ما يعجبوش الطرت ده. انا دلوقتي حطيت خليط الكراميل بتاعي هدخله على الفريزر هيقعد حوالي يعني 10 دقايق يجمد عقبال ما سيح عندي الشوكولاتة. انا عندي حوالي ربع كيلو من الشوكولاتة الخام او شوكولاتة دارك. الشوكولاتة بتاعتي دي سكرها قليل جدا والزبدة اللي فيها قليلة، دي شوكولاتة مطبخ. هبتدي اسيحها على حمام مية بشكل بسيط قوي، لان بحط طبق وتحتي مية، ومجرد ما بتسيح ببتدي بس اقلبها كده وافردها على الطرت بتاعي. طبعا كمية الشوكولاتة على حسب الرغبة، ده حوالي ربع كيلو او اقل هيبقى كافي للمقدار اللي انا عاملاه. احاول اخلي بس الشوكولاتة تبقى على كل الاطراف علشان كل الطرت يبقى واخد من نفس النصيب. وبعد ما حطيت الشوكولاتة ووزعتها هدخلها على التلاجة او الفريزر 5 دقايق او 10 دقايق على حسب وقتك. عايزة تسيبيها وتعمليها من قبلها، عايزة تعملي الصنف ده مثلا في العزومات وتخليه من قبلها في الفريزر يقعد اسبوع اسبوعين مش هيجرله اي حاجة، اهم حاجة ان انت تغطيه. وعلشان الصينية بتاعتي كانت صينية تشيز كيك بتتفتح من تحت، فكانت سهلة عليا اللي انا اطلعها بالشكل ده تكون جاهزة وجميلة. بجد طعمها حكاية، يعني مش عارفة اقول لكم قد ايه طعمها جميل. ودي قطعة لاول حد يكتب كومنت حلو. شايفين من تحت الكراست ده طعمه جميل جدا. الملاحظة للناس اللي دقتها وخصوصا يعني جوزي قال لي الطبقة اللي هي بتاعت الكراست دي لما تكون اكتر من كده شوية هتبقى طعمها احلى، عجبته جدا طعم الطبقة بتاعت الكراست اللي تحت. فطبعا على حسب الرغبة هتزودي في كمية الشوفان والجوز الهند والحاجات اللي انت حطيتيها. والناس اللي ما بتحبش الكراميل او بتحب بس طبقة البسكويت مع الشوكولاتة تقدر تستغنى عن طبقة الكراميل، طبعا على حسب الرغبة. نقدر بقى نقطعها الشكل اللي احنا حابينه او نخليها كده على شكل طرت نقدمها مثلا في مناسبات او نديها لحد هدية تخشي بيها على والدتك، يعني حماتك، اي حد بتحبيه ممكن تخشي بطرت زي كده صحي وطعمه جميل، او تعمليه لاطفالك في اي مناسبة. طعمه جميل جدا ومغذي جدا زي ما احنا شايفين، وكمان بيشبع. يعني الناس اللي هي بتخاف تاكل من الحلويات علشان ما تتخنش ممكن تاخد قطعة صغيرة من ديت هتشبعها جدا وهتخليها فعلا خدت حاجة مسكرة وجميلة. اللي هيجرب فعلا الصنف ده مش هيندم ابدا. اتمنى ان شاء الله ان الوصفة دي تكون عجبتكم زي ما عجبتني جدا جدا، وقلت لازم اشاركها معاكم. وان شاء الله استنوني في وصفات تانية هنعمل انواع برضو من الشوكولاتات والحلويات اللي موجودة في الاسواق. لو حد عنده اي اقتراح لحاجة هو عايز اعملها يكتب لي ان شاء الله، لو اي نوع شوكولاتة او اي نوع حلو هقرا ان شاء الله كل الكومنتات واحاول ارد عليها. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير ومع السلامة.